وحكايه والاختيار على شكون اليوم سفيان؟ ولا اختيار على صباح فخري، لكن حكايه هي مرتبطه بواقعنا الى حد اليوم. احنا قاعدين ديما نقولوا العمليات التسويقيه والعمليات التحسيسيه غالطه ياسر. ثم اول عمليه تسويقيه وعمليه دعائيه كبيره وقعت في التاريخ العربي الاسلامي، وقعت بسنه 800 واش في القرن اواخر القرن الاول الهجري، يعني اغنيه تقول للمريحه في الخمار الاسود. يحكيوا في التراث العراقي وانه ثم تاجر جاي من الحجاز ومشى للكوفه وجاب معاه مجموعه من الاخمره او الخمر فئة متلونة عديدة، شراو نساء الخمار الكل إلا الخمار الأسود ما شراوش. هو ما نجمش يدخل في مصاريفه، قاعد يفكر في طريقة شيطانية باش يبيع الخمار الأسود نتاعو. عاد ثم شاعر وقتها يسميوها مسكين الدرامي، فهمتني؟ مسكين الدرامي اللي هو اعتزل الشعر، وكان هذايا عاش مع معاوية بن سفيان، وعاش مع يزيد ابن معاوية، وعاش كذلك مع عبد الملك بن مروان، وكبر ولا شادد الجامعة ومعتكف وما عادش يحب يغني. مشالوا اتصل به قالوا عاوني، قالوا ما نعاونكش. قال لي ولدي راهو كما تعاونيش باش نفلس، وما نجمش حتى نوكل ولادي، وانا جيت من برا بعيدة من الحجاز وسلعتي ما تباعتش وراكدة وغيره. وهذا الشاعر هذا مسيكن درامي هو كنيته هذية، وهو اسمه ربيعة ابن عامر. قالوا بي الله يبارك، ألف له القصيدة اللي يقول فيها: قل للمليحة في الحمار الأسود ماذا فعلت بنفسك المتعبد، قد كان شمر لصلاة ثيابه فوقفت له بباب المسجد، رد عليه صلاته وصيامه، لا تقتله بحق دين محمد. بسرعة كبيرة جدا خرج دعاية وأنه مسيكن الدرامي أو مسكين الدرامي اعتزل التعكف ورجع معناها للشعر، وفتن بامرأة تحمل هذا الخمار الأسود، ومشاو نساو هبطوا يشريوا فك الخمار الأسود، حتى السيد عاود رجع لبلاده وعاود جاب كونتيتي أخرى متاع خمار أسود، والعملية نجحت هكا. والغنية بيان سور غناها معناها العظيم صباح فخري، العظيم صباح فخري هي غنية راهي صعيبة لأنها يلزمها تفاعل كبير مع الجمهور، ما ينجمش يغنيها واحد كاتابلازما. اما صباح فخري ولد القدود الحلبيه وغيره، دونك هذه ثابت تاريخيا نلقاها في كتب التاريخ، اول عمليه دعائيه صارت ما بين 840 و 830 ميلادي، يعني في اواخر شوف الفكره التسويقيه معنا. وشوف الفكره الجهنميه، ونساء ديما يحبوا الجمال ويحبوا شكون يتغزل بهن، والكلهم حبوا يظهروا في شكل المراه التي فتنت ذلك الشاعر او فتنت ذلك الناسك المتعبد، وقال تحب ترجع له صلاته وصيامه بحق دين محمد. ومن بعد هو يذكر لها حتى عيسى بن مريم في القصيده. دونك هذه نسمعها مع صباح فخري اللي هي عمليه تسويقيه كبيره. بعد 15 قرن ما نجموش نعملوا عمليه دعائيه وتسويقيه لا السياحه لا ضد الكوفيد، تعلموا يا ناس بالفن على الاقل. يعطيك الصحه سفيان، بارك الله فيك، شكرا لك معادل الشيخ. شكرا. احمد المناري كان معنا في الديجيتال وسميه في الاخراج. يعطيكم موعد شويه اخر مع الاخبار العشره نتاع الصباح، وبعد تلقاو ضيوف فتحيه صحر كالعاده في موجه صباح، وبعد تلقاو الفريق الكامل لميدي ميدا بارتير من نص النهار، نتقابلوا غدا في لمن نسكن.